عبد الناصر احيك، عضو جمعيه احواج للفنون الشعبيه وصيانه التراث. كما هو معلوم وما هو معلوم دائما ان جمعيه احواج دائما تقيم ليالي احواج بمناسبه عيد المولد النبوي الشريف، وهذه الجمعيه لها مشاركات محليه وخارجيه ودائما تشارك في احياء هذه الليالي. ومن بين الداعمين عملة إقليم صزاق، المجلس الإقليمي، المجلس الجماعي، وكل الفعاليات المجتمع المدني بأسا صراحة دائما يدعموننا ويساهمون معنا في كل كبيرة وصغيرة. وخير دليل على ذلك هذا الجمهور الكبير الغفير الذي يأتي من كل حد بمصوب، وخير دليل أيضا الجمعيات، مجموعة من الجمعيات تأتي لتشارك معنا هذه الأفراح بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. ولد مدينة أسا أسر أسا، الأغنية هذه خرجنا على الموسم الديني التجاري اللي هو المبار ملقى الصالحين، وكنرحبوا بجميع الحاضرين والزوار ديال الموسم ديال أسا زاوية أسا، والفرق المشاركة معنا في ليالي أحواش. وهذا الديسك هديناه لجميع الحاضرين ودرناه باسم الموسم ديال زاوية الأسا، وكنشكروا هنا الداعمين المجلس الإقليمي، عملة إقليم أسا الزاق على رسوم سيد العام السي يوسف خير، ومجلس البلدي سيد النائب البرنامج السالك لبكم، وجميع الداعمين يعني من والفعاليات المجتمع المدني وسكنة أسا بصفة خاصة. وكنشكر صاحب الكلمات والالحان اللي هو الاستاذ الكبير مولود رمضان بعيك، انه هو ارسلون نسب الحاب خت مازير توسا غول مبار خت مازير توسا. نتشكر الداعمين الاساسيين، درنا الاغنيه نسكركيز فيديو كليب، الداعمين من بينهم عملة اقليم اسا الزاق راسهم سيد العام يوسف خير، يلي مجلس الاقليمي على راسهم السيد رشيد التامك، مجلس البلدي سي عبد محمود، البرنامج المحترم السالك لبكم غيك اللي نتشكر بماتنا مولود بعيك في الكلمات للحال اللي لن يغلونها ديوالي واللي لن يغلونها. يعني نتشكر الزوار كله في الفرق المشاركه، انا ونتيني منتظره ان شاء الله. بس نتشكر استديو ميديان قصبه الناس نتزنيت اللي دار نشجن بس الملك تزنيت.